امسك يلا ودمان. وانت يا اخويا مد ايدك. يلا يا اخويا هات الفلوس. الحساب يجمع يا عمار. لا يا روح امك ما بنفرقش على باب السيده. هات. اتفضلي من غير ما تزعلي روحي. هات يا اخويا. ايوه كده. خد يا سنج. امسك. انت يا بت. بت بتاعت البليله. نعم. عايزه. عايزني ده ايه يا اخويا؟ اذا كان لازمك بليله انزل خدها بنفسك ولو اني عارفه انه مش لازمك. في ايه يا عمارة؟ مفيش بلاوي. جدع بعربيه عمالة اللي ادبه. ايه يلا امك شغاله لك يا ابن الكبسه. ايوه انا امان. اركبي. لا اركب. اروح فين؟ العربيه. ليه؟ ولا كلمه. ليه يا اخويا وعمري ما عملت حاجه. اسكتي. يا نهار اسود قليل. انت جايبني بس ما تفتحيش بقك على بيتكم قديم عدل. يلا نصيب عليك وعلى سنينك السوداء. يا لهوتي عربية البيت اللي انت امبارح. نهارك الاسود يا اماره. نهارك اللي مش فايت. انتوا جايبيني هنا ليه؟ بتقلبوا المواجع تاني ليه؟ يا بيه يا بيه ابوس ايدك يا بيه ابوس رجلك يا بيه. انا غلبانه ومليش حد في الدنيا يا بيه. إما مين؟ أخوكي من دلوقتي يبقى اسمه غريب بيه علي المليونير الكبير. إيه مالك؟ مش مصدقة. طب يلا اقلعي هدوم الشحاتة دي والبسي الحاجات دي وتصدقي. يا بنت مالك متنحة كده ليه؟ يلا يا بنت اقلعي الهدوم دي. يا بنت مالك؟ أنت من إمتى بتكسفي مني؟ ها؟ البس الحاجات دي عايز اشوفهم عليك. يلا يلا بس هتعرفي تلبسيهم ولا اجي البسهم لك؟ لا. اوبا ابويا فين يا اماره؟ ابوك اوعى تقولي مات احسن اروح فيها.